اليوم رانا لهنا في كاب بلون في إطار زيارات تفقدية تاع تقدم الأشغال في مشاريع محطة تحلية الماء، فهمت؟ المشاريع اللي داخلها ضمن البروغرام تاع سيادة الرئيس الجمهورية، والحمد لله اليوم رانا بمعية سي بن جباب الغاني رئيس مدير العام تاع شركة جي سي بي اللي هي فرع من فروع سوناط راكو، تشرف الأعمال هنا في محطة تحلية مياه وهران. الحمد لله اليوم هنا دخلنا حيز جديد، فهمت، من حياة المشروع. اليوم رانا هنا في إطار صب أول متر مكعب من الخرسانة، فهمت، بعد ما تقدمت الدراسات في هذا المشروع وتم اعتماد المخططات الأولية، فهمت، وزيارة هذه التفقدية الميدانية راهي سيكليك الدور على مدار الأشهر. الوتيرة تاع الأعمال الحمد لله راهي لحقت السرعة المتطلبة، واليوم رانا في منحنى جديد تسمى بدينا في الإنجاز. وما يخفى لكمش أنه الاستراتيجية، فهمت، اللي اتخذتها في مجمع سوناط راك في إطار إنجاز هذه المشاريع، وين تم الاعتماد على القدرات الداخلية للمجمع عن طريق الفروع نتاعو، والحمد لله الأشغال راهي تتقدم.